طيب خلونا نشوف حسن ونشوف كمان اليوتيوبر الشهير قاسم بن حتوتة، ومعانا الابرازوم كمان هيكون مع حسن الاستاذ عبد الرحمن محمد المرشد السياحي اللي كان مرافق لقاسم ومرضاش يكشف الحدوتة. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الفل يا فندم. مساء الفل. اهلا اهلا. مساء الفل ابو علي. مساء النور يا باشا. شرفتنا يا حسن. الله يخليك. حسن ازاي تعدى عليك دي وما تلقطش انه عربي واردني كمان؟ ما احنا عندنا من عامل سياحي يعني كلها زينا يعني. لا ما هو عشان هو كان لابس الطاقية انا عرفتهاش مصري ولا اجنبي، انا عارفه اجنبي. فانت متعود ان في اجانب كتير. ايوه. انت بتاخدهم بعربيتك الكارو دي وتلف بيهم وتزورهم وكل حاجه؟ ايوه. وعاده بتعزمهم في البيت عندك يا حسن؟ اه. والدك ما بيتضايقش يقول لك انت كل شويه هتجيب لنا حد وبتاع؟ لا لا خالص. ايوه. طيب استنى اسمعك بس الاستاذ قاسم. استاذ قاسم مساء الخير منورنا. مساء الورد. مساء النور. الله يخليكم. ازيكم؟ الحمد لله. احنا ليه عملت كده يا قاسم بس؟ ليه ضحكت على حسن؟ والله النية ما كانت لا اضحك عليه ولا حتى المقلب هو في البال، لكن خلص الصدفة بهذاك الوقت. انا كنت راجع من زيارة معبد اللي هو معبد الكرنك. ايوه. وكنت يعني جميع الناس اللي بيشتغلوا في السياحة هناك بيجوا بفكروني أجنبي بيتكلموا معي، فبالآخر تعبت من الموضوع. كل مرة بقولهم أنا مش أجنبي أنا مش أجنبي. حسن، فحسن سألني كلمتين بالإنجليزي فقلت بكمل معه على أني أجنبي، ليش أحكي له أني عربي؟ وبما أني أنا يوتيوبر بصور كل شيء بيصير معي، فصار الموقف هيك يعني صدفة. قلت له طب تاخذني لفة بما أنه طالع على الكارو. قال لي باخذك. وطلعنا هاللفة، يعني كل الموضوع صار صدفة. هل كنت تتوقع أنه يحقق النجاح والمشاهدات دي كلها؟ والله أبداً، يعني ما توقعت هذا الشيء أبداً. يعني بالنسبة لي كان بركة جزء بسيط. الفراعنة. بركة الفراعنة. وما شاء الله يعني حسن ضيافة حسن وعبده هم اثنين ما قصروا. انطباعك عن الأقصر ولو أي حاجة ضايقتك قول لنا علشان ناخد بالنا. بالعكس بالعكس والله ما حدا قصر هناك وكلهم كانوا لطيفين جدا. الأماكن رهيبة، الأماكن السياحية بالإضافة للأهل، يعني كل التجربة كانت ممتازة. أنا إجيت على مصر وما عندي أي توقعات. في بعض الأماكن كانت يعني أجمل من الأخرى وهيك، لكن الأقصر وأسوان في هذيك المرحلة كانت من أحلى الأماكن اللي زرتها فعلا. نعم. هتكررها تاني يا قاسم؟ أكيد أكيد. بعد شهرة حسن هلأ أنا بدي أزوره، ويعني إذا لقيت معاه موعد إن شاء الله. وإن شاء الله هتيجي تلاقي الكارو بقى عنده حاجة خاصة بتاعته يعني. أيوة. يستقبلك فيها. وأهلا بيك في مصر، في كل أرض مصر هتنورها. والله النور نوركم، نورين. بشكرك جدا يا حسن. مصر بلدكو، الأردن أشقائنا الأعزاء، بتنورونا في كل وقت. هتلاقي اللي بيعمله حسن بيعمله غيره في شرم الشيخ، في الجونة، في الغردقة، في الإسكندرية، في القاهرة. أهلا بشعبنا وإخواتنا في كل مكان في العالم العربي. قول لي يا حسن. يا حسن. تفضل يا فندم. تفضل تفضل. سامعينك. حسن أنت نفسك في إيه يا حسن؟ أنا؟ أنا نفسي احقق امنية ابويا، ونفسي اساعد ابويا، ونفسي في تروسيكل. تروسيكل؟ ايوه. تعمل بو ايه؟ يعني نركب عليه سياح وزي كده بدل عبيد الكار. طب والدك اخباره ايه؟ صحته عامله ايه؟ والدي عيونه تعبانه وانا بساعده زي كده. عيونه تعبانه يعني محتاج يروح مستشفى، محتاج دكتور، محتاج عمليه؟ لا يا هو عينه تعبانه زي كده بس انا اساعد، يعني هو قاعد بالشغل وانا بساعده واروح للحشيش واحش البهايم زي كده. مؤسسه صناع الخير ايه يا جماعه؟ يعني كملوا الكلام. هو حسن يا فندم عين في عين عند ابوه كده تعبان. ايوه. هو بيساعده
احنا حسن من الاطفال الحلوه اللي هي موجوده في البلد عندنا هنا، استاذ بتحاول عبد يعني الرحمن معايا؟ الاستاذ عبد الرحمن معاك. اهلا يا استاذ عبد الرحمن، اتفضل يا فندم. اتفضل قول لي حسن ماله بقى. حسن والله من الشخصيات الحلوه كده اللي بنحبها هنا عندنا في البلد، وبيضايف الناس ما بيغلش عليهم، فاحنا يعني بنرحب بيه في اي فكره يعملها. هو بصراحه يعني عيلته متوسطه الدخل، فبيساعد ابوه موظف حكومي كده على قده، معاه عينه تعباه، فبيحاول يساعده بعد الظهر بعد المدرسه. حسن بيدرس وبيروح المدرسة؟ اولى اعدادي، حسن في اولى اعدادي عنده 14 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب حسن، هنا بلدنا اتفضل. يرى قرية اسمها قرية الرملة، بس الحمد لله من أجمل القرى اللي هي السياح بتحب تجيها. ليه؟ عندنا كله هنا عامل زي نظام منازل كده للسياح، وبنستضيف فيها الجست، يعني عندنا يقعدوا. فالحمد لله أغلب جست عندنا انترناشونال، بيجينا أمريكان وإنجليز وألمان، والحمد لله يعني الدنيا تمام. عايزين السياحة ترجع تاني، وكل البلد بتدعمها. إن شاء الله يا حسن، بكرة هيكلموك من جمعية صناع الخير علشان يشوفوا الوالد ويطمئنوا على صحته. ومن حديث القاهرة بقول لك اعتبر التروسيكل جه بإذن الله، قريبا هيكون عندك التروسيكل. شكرا استاذ خير على دعمكم لينا. لا ازاي، اللي زي حسن لازم نحييه ولازم أحلامه تتحقق علشان هو بيشتغل وبيقدم صورة مشرفة لمصر. والله هو حتى بابا بيصلي الفجر، يعني ناس محترمة جدا وناس حلوين خالص عندنا في طبعا القرية. ما هي واضح التربية. خلاص بكرة إن شاء الله هيتصلوا بيه بالوالد علشان العملية بتاعت عينيه، لو محتاج أي حاجة هتتعمل له. ده صناع الخير، وإحنا حديث القاهرة هنقدم له تروسيكل هدية إن شاء الله بإذن الله. بارك خيري، وألف ألف شكر على دعمكم لينا. بشكرك جدا يا تحية. أستاذ عبد الرحمن، بشكرك يا حسن، بشكرك أستاذ قاسم.